حقوق المرأة في الدستور. حقوق المرأة هي الأمور الواجب توفيرها للمرأة كونها حقا من حقوقها، وتمثل قدرة المرأة على امتلاك الحرية والكرامة والمساواة من منطلق الإنسانية الكاملة بعيدا عن الخوف والاستغلال، حيث تعتبر هذه الحقوق من ضمن القوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان التي تساهم بتعزيز رعاية المرأة وحمايتها. من أشهر الأمثلة على القوانين الخاصة بحقوق المرأة هي اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة سيداو، والتي تعتبر المبدأ الذي ترتكز عليه حقوق النساء هو المساواة بين الجنسين. حقوق المرأة الشخصية: الحق في اختيار معتقدها الديني، الحق في تغيير جنسيتها، الحق في شغل الوظائف العامة، الحق في الاقتراض من دون موافقة زوجها، الحق في الاختيار بين العمل وعدمه، حق المرأة في منح الجنسية لأولادها. حقوق المرأة السياسية: حق المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية والعامة، الحق في المشاركة في الاستفتاءات العامة، حق الانضمام إلى الجمعيات العامة أو السياسية، حق الترشح للانتخابات حال امتلاك الكفاءة المؤهلة للترشح، الحق في تولي الوظائف الحكومية المختلفة، حق المساهمة في المنظمات غير الحكومية. حقوق المرأة الاقتصادية: حق اختيار المهنة ونوع العمل، حق التمتع بنفس فرص العمالة، الحق في المساواة في الأجر، الحق في تلقي التدريب المهني، الحق في الضمان الاجتماعي. أشهر الانتهاكات لحقوق المرأة: عدم حصول النساء على حقوقهن من الأراضي والممتلكات، العنف، حيث تبلغ نسبة النساء المعنفات في العالم 30%، حرمان النساء من الحقوق الجنسية والإنجابية، النظرة الدونية للمرأة باعتبارها عار على الدين والثقافة والشرف والعائلة في بعض المجتمعات. لا تتحقق حقوق المرأة بمجرد سن قانون أو نشر مرسوم، فحقوق المرأة مرتبطة بثقافة المجتمع الذي تعيش فيه، كالتقاليد العشائرية البالية والأسرية المتخلفة والدينية الجامدة. فهناك نساء يعانين الظلم من أزواجهن أو أبنائهن أو إخوتهن أو حتى أمهاتهن، حيث تكون التفرقة بين المرأة وأخيها داخل الأسرة بالتمييز والتسخير في خدمة العائلة. وقد يكون ظلم المرأة للمرأة أقسى وأعنف من ظلم المرأة من قبل الرجل. يعتبر التخلف هو السبب الرئيسي فيما وصلت إليه المرأة اليوم، ولا علاج إلا بنشر الوعي منذ الطفولة من الأسرة والمدرسة والمناهج الدراسية، وعدم التفريق بين الجنسين في الجامعات والنوادي والجمعيات، ولا سيما الأحزاب التي يجب أن تشرك المرأة معها كعنصر فاعل لا تابع، فتصبح ببغاء تردد ما تلقن به كما نرى اليوم في البرلمانات العربية. وبالرغم من نص الدستور السوري على مادتين متعلقتين بالمرأة، حيث كفلت مساواتها مع الرجل دون تمييز وتعهدت بمنحها الفرص ذاتها، إلا أن التناقضات في الدستور والتحفظات على اتفاقية سيداو جعلت المادتين في الدستور السوري عبارة عن كلام فارغ غير قابل للتطبيق، حيث لا يمنح الحق للمرأة بالترشح لرئاسة الجمهورية، إذ يشترط الدستور أن يكون المرشح متزوجا من امرأة سورية.